في مثلا محافظة كفر الشيخ عندها تجربة ناجحة جدا في موضوع نشر الوعي علشان نفصل المخلفات من البيوت من المنبع عامة، سواء بقى بيت سواء مصنع سواء مطعم. عندهم نشروا الفكرة دي ان هم ازاي كل ربات البيوت ان انت تحطي كل حاجة في مكانها علشان نقدر نعيد تدويرها. وفي كمان خطة ان هم ينشئوا 10 مصانع بتكلفة كبيرة جدا علشان نفصل المخلفات دي ويكون ليها ريسايكلينج او اعادة تدوير مرة تانية. محافظ سوهاج قال هيكون في 3 مصانع جداد ان شاء الله لإعادة التدوير مرة تانية. بس لكن يسبق كل ده ايه؟ ان احنا نبدأ بنفسنا. نبدأ بنفسنا صح. يعني ايه؟ يكون عندنا كده في البيت بالظبط باسكت مخصص لكل حاجة، ان احنا نفصل وبعد كده نبتدي ان احنا ندي للناس دي فنعيد تدوير الحاجة دي، فهنحس اكيد بالعائد بتاعها. بصي نخلينا واقعيين، احنا اهالينا متعودين دايما ان هم بينزلوا يشتروا اكياس الزبالة علشان يتحط كيس فيها. واحد كبير، كيس واحد كبير بيتحط فيه كل الحاجات. فلا يمكن هي هتقول هاجي اقول مثلا لماما كده هتقول لي ليه يا حبيبي ما هو كيس واحد ماشي. لكن لو في مبادره اتعملت من الدوله مثلا او حاجه او من اشخاص زي شركه جو كلين والكلام ده كله، جابوا اكياس بالوان معينه لكل حاجه زي ما هم عاملين وبتتوزع على البيوت، ده هيسهل جدا ان احنا نعرف نتعامل مع الموضوع ده. او مش اكياس، عارف انت اللي قلت عليهم اللي هم في المول اللي بيبقوا متقسمين، لو بقوا السوبر ماركتس والحاجات دي بتبيع باسكت بيبقى متقسم، هتسهل برضو على ستات البيوت خصوصا الجيل اللي قبلنا عشان مش فاهم قوي موضوع اعادة التدوير.